تحال تحتاح. انت يا طحينة، عايز ايه عسل؟ هم الناس اللي اشترونا دول مش ناويين يعملوا عسل بالطحينة بقى؟ عاوزين نتلم في طبق واحد يا جميل. اتلم يا عسل ليه بقى؟ يا ابني انا طحنت الفارس، يعني مسمسمة بسمسم طبيعي 100%. يا سلام، طب ما انا كمان عسل الفارس، يعني مقصب ابا عن جد. طب والنبي متتقصفش عليا.